دلوقتي هنروح مع حضراتكم للأحداث اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله، منها انتهاء المقابلات الشخصية لاختيار المرشحين للمشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية. النهاردة كمان هتفتتح دار الأوبرا المصرية معرض جذور بقاعة زياد بكير، وفي مباراتين في الجولة العاشرة من الدوري المصري. هنعرف كل هذه التفاصيل من هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيتم الانتهاء من إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين للمشاركة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية، تمهيداً لاختيار العاملين في لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة للعام الدراسي 2022-2023. النهاردة هتفتتح دار الأوبرا المصرية الساعة 6:30 بالليل معرض جذور بقاعة زياد بكير. المعرض هيستمر لحد يوم الثلاث 3 يناير، وبيضم حوالي 60 لوحة بأحجام وخامات مختلفة. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهارده مع مباراتين قويتين في إطار الجولة العاشرة، هيلتقي المصري مع أسوان الساعة 5، وكمان هيلتقي الزمالك مع الإسماعيلي الساعة 7 بالليل.